Salut les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناة ديالي فرونسي فاسيل الناس مبتدئين في اللغة الفرنسية مرة أخرى على درس جديد. كنتمنى أنكم تكملوا لا فيديو من الأول حتى الأخر وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم وما تنساوش تدعمونا بلايك. الدرس ديالنا ديال اليوم اللي غنشوفوا فيه إمتى نكتبوا أون إي أون أون أو أن أو أن إي أون أو أن تي اللي عندهم نفس النطق والكثير من الناس كيعتبرهم فحال فحال هما ماشي فحال فحال عند في بينهم فرق كبير وكبير اللي هو غنشوفه اليوم ما هو الفرق بين اون او ان تي ناخذ القاعده جو روتيان اون او ان جي كري اون كون جو بو لو رامبلاسي بار ال او ال كنكتبو اون مني كنقدو نعوضوها ب ال او ال اي ال و ال ستان برونون بيرسونيل لي برونون بيرسونيل ال و ال لذلك اون شغنقولو عليها برونون بيرسونيل هي كتعتبر برونون بيرسونيل بحال جو تي ال ال الى غير ذلك كنكتبو اون مني كيكون عندنا شخص غير محدد واش فاطمه احمد الى غير ذلك ما عرفناش شكون كنكتبو اون عوض ال و ال ما عندناش شكون ما عرفناش شكون كنكتبو اون غنشوفو مثال باش تفهمو اكثر اكثر اكزامبل اون ايتي اون فا ا لا بيسين تو لي جور في الصيف يذهب الى المسبح كل يوم اون ايتي ايل فا ا لا بيسين تو لي جور كيف ما كتلاحظوا هنا اون عوضناها ب ال قدو نعوضوها ب ال قدو نعوضوها باسم شخص الى غير ذلك نشوف مثال اخر اللي غنفهموا فيه اكثر عندنا اون بارل اون بارل اون كيف ما قلنا قدو نعوضوها ب ال قدو نعوضوها ب ال قدو نعوضوها بفاطمه باحمد الى غير ذلك باسم معين مني كيكون عندنا شخص غير محدد ما عرفناش شكون كنكتبو اون عوض ال ال فاطمه احمد ما عرفناش شكون كنكتبو اون C'est un pronom personnel que tu as c'est un prénom personnel. On chauffe d'abord, il me tient un ketbo en ou un t. Kaïda, je retiens en ou un t. J'écris en quand je peux le remplacer par a. Ketbo en, and na fe pluriel. Mais ni kenhaoulo ha singulier, kadon n'haoudo ha bi a. Ksaak n'haoudo ha bi a. En ou un t, eshna hiya. C'est un verbe avoir ou auxiliaire avoir. Les chiffres 9 d'as les fêtes, les chalits ou m'hôtot, alors on a le verbe avoir. Le verbe avoir et être. Le verbe avoir, il fait le kainouna, il y a kounou, a kounou, ta kounou, il a galdalik. Le verbe avoir à la troisième personne de pluriel. En. On chauffe au missile, je vais vous montrer. Exemple. Exemple. Les filles en Europe. Les filles en Europe. Elle fait tailler les dehim fessatine. La fille a une robe. كيف ما كتلاحظوا معنا لا فراز حولناها من البلوريال سينغولي اي من المفرد اي من الجمع المفرد باش عوضنا او لو فيرب avoir او لو لوكسيليير عوضناه ب ا اون كنعوضوها ب ا باش تفهموا اكثر واكثر او او ان اي او او ان تي غنعطيو اكزيرسيس اللي فيه عده امثله باش نزيدو نفهمو اكثر واكثر اكزيرسيس من احسن توقفوا لا فيديو واحد دقيقه وتحاولوا تجاوبوا راسكم على هاد الاكزيرسيس ومن بعد غنشوفوا لا ريبونس غنقرا عليكم الاكزيرسيس رومبلاسي لي بوين بار او او ان او 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 ان تي habite une grande ville. Il n'est crayon ni gomme. Se réveiller très tôt. Nos voisins, trois filles. Il gagne le match. Après le repas, a chanté. J'espère que vous avez arrêté la vidéo et que vous avez répondu à la question, à l'exercice. La réponse. عندنا لا بروميير فراز
Habite une grande ville. Habite une grande ville. يعيش في مدينة كبيرة. كيف ما كتلاحظوا هنا من يعيش في مدينة كبيرة؟ ما عرفناش من يعيش في مدينة كبيرة. إذن اش غنستعملوا في الأفخار؟ غنستعملوا برونو بيرسونيل. برونو بيرسونيل اللي خدامين عليه في هاد الدرس ديالنا هو اون هابيت ان غروند فيل. هو يعيش في مدينة كبيرة. إلو ني كريون ني غوم. ليس لديهم لا قلم ولا ممحات. كيف ما كتلاحظوا معانا في الاول عندنا واحد برونون بيرسونيل اللي هو سيجي. مباشرة مورا سيجي كيجي لو فيرب اللي هو اللي عندنا هنا لو فيرب افوار او لوكسيليير دو فيرب اللي هو اون. ايل نو ني كريون ني غون. لا ترويزيام فراز سو ريفيي تري تو. يستيقظ باكرا. سو ريفيي تري تو. كيف ما كتلاحظوا هنايا سو ريفيي. سو ريفيي سي تان فيرب كونجيغي في ترويزيام بيرسون. اذن كتكون من قبل منها برونون بيرسونيل. برونون بيرسونيل كيجي من وراها لو فيرب. On se réveille très tôt. Nos voisins ont trois filles. Nos voisins ont trois filles. Trois filles. جيراننا لديهم ثلاث فتيات. كيف ما كتلاحظوا معانا nos voisins راك تلعب لينا دور برونون بيرسونيل. كتلعب لينا دور ال بحال ال برونون بيرسونيل. Pronom personnel automatiquement régime oraha le verbe ou le verbe avoir. Nos voisins ont trois filles. Ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match. Hum fazou bil mubara. كيف ما كتلاحظوا معانا عندنا le pronom personnel اللي هو le CJ qui جي موراه directement le verbe. Le verbe هو قلنا le verbe avoir اللي خدامين عليه في هذا الدرس ديالنا اليوم اللي هو انت. Le verbe avoir conjugué en troisième personne. Elles ont en troisième personne du pluriel. Elles ont gagné le match. La dernière phrase عندنا après le repas on a chanté. Après le repas on a chanté. كيف ما كتلاحظوا معانا عندنا شانتي سان فيرب قلنا كيجي من قبل منه يعني من قبل منه كيجي لو سي جي اللي هو لو برونون بيرسونيل اللي هو عندنا او ان اون ا شانتي. كنتمنى انكم فهمتوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وتستافدوا من لا فيديو. ما تنساوش تدعمونا بلايك.